في دراسة جديدة أظهرت بعكس ما هو متوقع أن الدماغ يستيقظ أكثر من 100 مرة في الليلة، وهو ما يعد جزءا من أنماط النوم الطبيعية. وأكد العلماء في هذه الدراسة أنه حتى لو استيقظ الدماغ أكثر من مرة في الليلة فهذه علامة على النوم المريح. يعني هذه يعني دراسة غريبة نوعا ما. بنعرف انه الانسان اذا كان يعني عقله بيصحى اكثر من مرة يقول لك لا يعني هذا نوم اضطراب او ما بيرتاح في النوم وغيرها، ولكن يعني هذه لعلها بشرة خير انه حتى الانسان كان عقله ممكن يقوم هو يشتغل لانه في عندنا اعضاء، فربما انه هي تكون دلالة كويسة زي ما بتقول الدراسة عموما.